السلام عليكم. خاوتنا اليوم ان شاء الله رايحين نهضروا على واحد الخلطة اللي ما يهضروش عليها بزاف، وبزاف ناس يستعملوها وما يقولكش وش فيها وش تدير للمقنين. هذه حاجة سرية سيكري ما يهضروش عليها بزاف، باسكو هما يخدموا بها وما يحلبكش بالعامية تاعنا، ما يحلبكش كفاح حتى عنده مقنين يغني واجد الله يبارك ويكوبلي ويخرج كاجا كاج وحار. وش راه يدير له؟ انت كي تشوف لاكاج تلقاه مدير له ماكله سامبل كيما هكذا، مدير له عفايس سامبل عادي، وانت تشوف المقنين حار وكلش. هو راه عنده سر للمهنه، وسر المهنه قليل اللي ناتو لك. كيما هدرنا قبيل وفهمنا من قبل باللي كاين حوايج وامور راح نهضروا عليها، هذه حاجه من ابرز الحوايج اللي راح نهضروا عليها اليوم. هذه هي الخلطه، الخلطه اللي ما يهضروش عليها بزاف اليوتيوب. هذه وش فيها؟ فيها عده امور. من بين هذه الامور كاين اللوز، اللوز وكاين الجوز وكاين السيبيا اللي هي العظمه تاع الحبار اللي هدرنا عليها قبيل. هنا مرحيين تقدر ترحيهم بروبو، والله تخلط دير ترحيهم ثاني في مهراس وتخلط كلش مع بعضاه. وكاين هذا وشني هو؟ هذا عبارة عن زنجبيل مرحي. زنجبيل حاجة طبيعية مرحي، ها الزنجبيل محفز طبيعي ثاني، طبيعي 100% للحسون. هذا تكوبلي بيه، توجد به المقنين المال والفمال اللي دو يوجدوا لك. هذا تخلطوا مع الحوايج هذو دي انني وجدتها مسبقا. هذو فيها سيبيا وجوز ولوز والزنجبيل، هذو تخلطهم وتعطيهم للمقنين خطره في السمانه، يعني نص كي من هكذا، نص قودي برك، نص نورمالمون راهي باينه في الكاميرا، نص كي من هذا تمدو للمقنين، نص قودي برك، ها نص من هذا تعطيه للمقنين خطره في السمانه. باذن الله المقنين تاعك يولي قوه، وان امكن تزيد له شويه عسل حر، وتخلط شويه القودي هذاك النص تاع القودي مع شويه تاع عسل حر، المقنين يهبل. مكانش منها ميكوبلي لكش المقنين باذن الله. في الربيع تكوبلي مازالت فتره تاع شهر تقدر توجد المقنين تاعك يخرج قوه الله يبارك. وهذه الخلطه اللي هدرنا عليها قبيل، الخلطه تاع الكالسيوم هاي كم هاو، فيها كلش ربي يبارك، فيها الفحم، ها فيها الفحم، فيها الكاياس الحصى، فيها تاع البحر، فيها الياجور، فيها كلش. هذه تعاون المقنين، هذه مصدر للكالسيوم، هذه تعاونه في الامعاء تاعو ويرحي بها الماكله فور ربي يبارك. ها وانا ما تخطيهمش، ها اليوم خلصت لي عندها سمانه هاني جبتها لهم، ما تخطيهمش، ما دار العام ها ياكل منها المقنين. كل ما تلاحظ الوعل تاعك كل ما يروح ياكل من المشوار يجي هنا، يجي ياكل منها باه يرحي بها. وهذه الخلطه تاع الحبوب اللي هدرنا عليها من قبل. وهنا كاين حاجه انا لا استغني عنها، حاجه نوصيكم وننبهكم لها وشني هي الحاجه هذه، هي خل التفاح فيناغر دو بوم. هذا خل التفاح الطبيعي، موش الخل التفاح نتاع الدار ولا نتاع الخضره، هذا تلقاه عند الفرماسي يدير 28000، هذا طبيعي. هذا ديروا له هنا في الماء، كل ما تعاود له الماء تغسل البيفات تاعك مليح، تغسل البيفات تاعك ودير له 10 قطرات خل تفاح هنا، 10 قطرات في بيفات كبيره كي من هذه، بيفات كبيره دير له 10 قطرات وتخليه. هذا خل التفاح وشني الدوره تاعو؟ هو اصلا فيه معمر بلي فيتامين، اقراوا النشره تاعو تشوفوا لي فيتامين، تشوفوا واش فيه كلش، ومليح يعدل الحموضه تاع الامعاء تاع الطائر تاعك ما يمرض الكمش باذن الله. على مدار العام مد خل التفاح
ما تندمش نصيحة من ذهب. خلت فيه يا خويا انا عندي سنوات ما تخليتش عليه، وهذه قرعة كيمن هذه تحكم لك شهور شهور، يعني مش حاجة اللي غالية بزاف ولا حاجة، تخدم بها العام وطول العام وطول، وانت تعطيه في خل التفاح ما تندمش عليها بربي ان شاء الله. هذا كيما نقولوا سر من اسرار المهنة. انا هذه نخدم بها، مش تخدم بها طول العام، هذه تعاون بها في وقت الوجادة كيما نقولوا، في الوقت اللي يكون المقني نتاعك رايح الوجادة كيما هذا، وربي يباركها وقريب تقدر تقول مروزي وقريب يروزي ودخل الوجادة وبدا يغني ربي يبارك. هاو باين هاي العلامة الثانية اللي هدرنا عليها، بيشوفوا لاباك تاعو كيفاه روز، شوفوا رجليه كيفاه روز، او بدا يروزي، ومش شرط يروزي كلش صديقهم، المهم كاين بعض الاحمرار، تلقى بعض الاحمرار في المنقار تاعو، ما يكونش ابيض، ما يكونش ابيض، اني ناكد ونعود ما يكونش ابيض، والرجلين تاعو تشوفوا فيهم، تشوفوا كان الدم ولا يدور فيهم بقوه، لانه في المرحله هذه الدم تاعو يحمى ويولي يدور بقوه، يحول في المرحله هذه رايح بالوجاده. هذا بربي ان شاء الله ما بقالوش بالكي، هذا كي نحب نكثر ونكثر ونقول لكم مازالو شهر. بالعلامات هذه تقدر تعرف ها واش كاين، هاو كيف راني ربي، ها شويه حصبه، هاي براقة سامبل ما كان والو، ها براقة سامبل، ها الماء كيما قلت لكم فيه خل تفاح، وهذه خلطة تاع بذور تمدها خطرتين في السمانة، وهذا عظم السيبيا اللي هدرنا عليه، هذا العظم هذا ديما خليه له في الكاج، خليه له في الكاج، شوف كيفاه دير له كوانا في الكاج وخليه ياكل منه ويعدل به المنقار تاعو، يعاونو في الهضم يعاونو في كلش. نظن معلومات وافية وشافية. وبما فيما يخص الماء، الماء يا خوتي رايحين نديروا له درس وحده خطراكش، هذا هو السبب الرئيسي في الامراض تاع المقنين. تم ديما الوعل تاعك يمرض وانت ماكش على بالك، لا باسكو الماء هذا راه يجي من العين، والعين راه الماء تاعها ماهو صافي ديفينيتيف، الامور اللي انت تتحملها الطائر ما يتحملهاش، الماء تاع العين مليان كلور، مشبع بالكلور، الطائر تاعك ما يتحملش الكلور اللي فيه. اذا ماذا بيك يعني، اذا قدرت دير له مسعيده دير، واذا ما قدرتش كاين امر واحد اخر، تقدر دير الماء تاعك في حاجه كيما هكا، ديره في جره تاع فخار، حاجة تاع فخار، لأنه الماء علميا كي يندار في جرة تاع فخار يعاود يحيا، يولي الماء تاعك حاجة، يولي الماء تاعك طبيعي. الجرة هذه تمتص المواد الضارة هذيك، وسيها انت من نفسك، جيب ماء تاع عين وذوقه وحطه في جرة، وبعد 24 ساعة وذوق نفس الماء تلقى اللوغو تاعو ولا بنين، حاجة مستساغة، شوفوا جرب مع الماء وزيد له خل التفاح باذن الله المقنين ما يمرش. هذه بعض من الامور ننبهكم لها، وبشويه بشويه ان شاء الله نوصل لكم الخبره نتاعنا في كلش، واي حاجه نكون مخطئ فيها والله جل من لا يخطئ، اذا كانت عندي خطا ماذا بيا تنبهوني عادي، امر عادي. انا هذا الشيء اللي راني نخدم به وسيرتو هذه شوف في وقت الكوبلاج الفماله تاعك تطعم لك بها الفروخه، قسما بالله العلي العظيم غير يخرج قوه ضاربه، يخرج المقنين تاعك الفرخ تاعك وافي، يخرج معمر الله يبارك، وان شاء الله يا ربي يوفقنا ونوصلوا قدر الامكن من المعلومات، وربي سهل الجميع.